كلينيك تما قال لك لا حقا خاصك تديهم للكلينيك ما تغامرش بهم. يعني لعبوا لنا على النفسيه ديالنا. شي ما يجي يقول لك شي واحد اولادك غيموتوا. يعني يوميا عندي 2,400,000 فرنك هادو غير القراعي. باللي عرفنا المصاريف كانت واحد الصدمه كبيره. مشينا باش نعمروا الوثائق ديال الضمان الاجتماعي ما تعمروناش شي. قال لك الاولاد العيال جلسوا يومين ويومين دافعين فيها تقريبا 3 مليون. يعني شفت هاد الناس هادو قصحوا علينا بزاف صراحه الله. صدمه كانت صدمه كبيره صراحه لينا حنايا للاسره، فما بالك الاب والام. السلام عليكم، انا الاب ديال هاد التويمات الاربعه اللي تزادوا نهار الاربعاء بالليل. الحمد لله انا الخبر جاني وانا في العمل ديالي، يعني انا كنخدم سائق النقل الدولي، يعني ما كنتش هنا في المغرب، كنت خارج على برا وجاني هذا الخبر هذا. الحمد لله الفرحه يعني كانت كبيره، رغم ان كان العلم ديالي غير 3 بنيتات اللي عندي، حتى كنتفاجئ ان الله سبحانه وتعالى مكتب لي يعني 4 البنيتات. والحمد لله يعني الفرحه ما نقدرش نوصفها لكم، وكان نوصل الشكر ديالي للدكتور محسن الصادق، يعني قابل واحد المجهود اللي هو كبير بزاف. يعني 4 تبارك الله في الكرش ديال الام وصلوا لهذا النيفو هذا، الحمد لله راه مزيان. يعني بعد ما حنا كنستنى واحد المده الحمد لله رزقني الله بهم، وزعما الحمد لله خير عطاني الله، انا فرحان به بزاف. الفرحه ديالي يعني ما كتصور، شوف نفس الوقت ما خلاونيش نفرح بهم بزاف. يعني عيطوا عليا انا في الطريق، كيقولوا لي راه ولادك خاصهم يمشيوا للقراعي، فهمت يعني على حكم الجهد ديالي انايا ما غاديش نقد على الكلينيك. يعني ما عرفش حتى الاثمنه هذه، قلت لهم زعما ديهم لسبيطار محمد الخامس الا كانوا خصهم غير الاكسجين شي حاجه قليله. يعني هما يعرضوا في الكلينيك تما قال لك لا حقا خاصك تديهم للكلينيك ما تغامرش بهم هنا في يعني في المستشفى ديال محمد الخامس. صافي يعني ما لقيت ما نقدر ناخذ حتى شي قرار لان ما حاضرش، وفي نفس الوقت اللي الانسان كيخاف على وليداتو راك عارف، انا باقي فرحان بهم. صافي ملي كندخل المغرب يعني كنتفاجئ داوهم لواحد الكلينيك جديده خاصه. المهم ديك الليله جيت شفتهم لغدا الصباح ملي مشيت لعندهم الاداره على حساب نسول شحال الاثمنه وهذه، كنتفاجئ بان كيقولوا لي القرعه واحده البنيته واحده 3000 درهم الوحده، يعني 3000 درهم، وقالوا لي ما فيهاش الصوائر يعني الراديو والتحاليل ديالهم خارج هاد 3000 درهم هذه، يعني 1,200,000 فرنك الليله واحده. يعني يوميا عندي 2,400,000 فرنك هادو غير القراعي. دابا يا اش غادي نقول لك، التحاليل والراديوات ما عرفتش الاثمنه ديالهم بشحال، يعني جاتني شويه قاصحه لان بزاف عليا الحمد لله. هما راه ربعه يعني ما انا كان عندنا الجهد عليهم ما غاديش ناخرو، ولكن بزاف يعني شفت هاد الناس هادو قصحوا علينا بزاف صراحه الله. تسلفت فلوس الحمد لله، ولكن ما كفاش هادشي هذا صراحه، لان جا واحد المبلغ اللي هو كبير بزاف. يعني كتشوف هاد الكلينيكات هادو في هاد الحالات هادو، يعني واش ما كيقدموش شي مساعده؟ واش ما كيعرفوش باللي الانسان على قد الحال ديالو؟ احنا كنخدموا غير مع الناس. انا كنامن بالله سبحانه وتعالى هو اللي رزقني بهم، هو اللي غادي يجيب لي رزقهم، هو اللي غادي. وفي نفس الوقت يعني هاد الكلينيك هادي ملي مشيت نعطيهم يعمروا لي بريزون شارج رفضوا، قالوا لي لا عندك يومين ما نقدوش. انا شفت المبلغ صافي، يعني جاتني في النهار الثاني قلت لهم صافي انا غنخرج ولادي من هنايا، جاب الله يعني جاتني غير في يومين. يعني قلت لهم نعمر بريزون شارج، قال لك لا. يعني كيفاش الحاله ديالهم؟ الحمد لله هنايا في سبيطار محمد الخامس مستقره مزيانين، خرجوا لي دابا 3 من الانعاش، بقات لي بنيته واحده اللي شويه التنفس ديالها باقي شويه يعني ما تسرحش مزيان، تقدر غدا ان شاء الله يخرجوها. غدا قالوا لي تقدر تخرج. ما هنايا زعما الصراحه الله استقبلونا مزيان. بالنسبه للخدمه ديالي انت كتشوف دابا، يا انا يا وقفت الخدمه دابا يا باش نقابلهم، يعني نجري على حساب الاوراق ديالهم. دابا راه من نهار جيت وانا غير كنجري من هنا عندي الام ديالهم في الكلينيك، يعني خاصها الدوايات خاصها الرعايه، الدار كتجيب لي قابلها، كنجي عند البنات عاوتاني للكلينيك نشوفهم نقابلهم. انت كتعرف كل واحد كان خصو نقضي معاه غرض، يعني غير كنجري صافي. حتى وصلت لواحد المرحله يعني ما بقيتش حتى كنعقل،
كيطلبوا مني شي حاجه ولا كنخرج مع الطريق كنمشي يعني نيجان صافي حتى كنقول لي نعيط في التليفون شنو خاصكم شنو قلتوا لي شنو هذه شنو هذه غير علاش البال ديالي يعني صراحه الله قروني في هذيك كلينيك يعني ديك الثمن هذاك اللي دابا كنشوف يعني واحد 3.5 مليون ولا 2.5 ولا هكا المهم هي 2.4 مليون كاينه لان 3000 درهم القرعه في ربعه البنيتات راه 2.4 مليون هذه كاينه باقي عاد غادي نشوف دوك التحاليل ودوك الراديوات اللي عملوا وداكشي اللي سي راه غادي نمشي عندهم تمايا غيبقاو عليا جبنا هذه درنا هذه هذوك هما اللي زعما صراحه الله غيروني وغيروني بزاف صراحه الله. معكم الخاله ديال التوأم الاربعه اللي تزادوا هاد يومين الحمد لله هذه نعمه من عند الله كنشكروها عليها وفرحه كبيره صراحه للاسره ديالنا ولا كذلك للوالدين ديالهم اللي كانوا كينتظروهم بفارغ الصبر. هنايا كانت للاسف كانت صدمه كبيره صراحه لينا حنايا للاسره فما بالك الاب والام. الحضانه الواحده يعني 3000 درهم فما بالك اربعه ما دخلاش فيها لا تحاليل لا رد الليله وحده للنهار ما دخلاش تحاليل ما دخلاش الراديو البانيا واحد المأساة اللي صراحه كنشوفوها كبيره بزاف وللاسف ما قادرين نعملوا حتى شي حاجه. الحاجه اللي طبعا الناس غتسال علاش ديناهم لهاد الكلينيك الاطفال مشاو لهاد الكلينيك هذا بدون علم الاباء ديالهم يعني الاب ديالهم كان غيديهم المستشفى عمومي بحال الناس كاملين لكن للاسف اصروا الناس علينا اننا نديوهم من هاد الكلينيك هذا قالوا لنا يعني لعبوا لنا على النفسيه ديالنا شي ما يجي يقول لك شي واحد اولادك غيموتوا غتحط امام امر الواقع غتمشي غتدي ولادك دينا دوك الوليدات من تما داوهم بدون علم الاب ديالهم تحطوا تما ملي عرفنا المصاريف كانت واحد الصدمه كبيره مشينا باش نعمروا الوثائق ديال الضمان الاجتماعي ما تعمروناش شيء قال لك الولاد العيال جلسوا ويومين دافعين فيها تقريبا 3 مليون وما تعمروناش شيء الاوراق ديال الضمان الاجتماعي ما يمكنش مستحيل عاد ما بغوش يعطيوهمنا باش نديوهم من المستشفى العمومي طبعا لانه الاجهزه اللي كاينه في المستشفى العمومي هي الاجهزه اللي كاينه في هذاك الكلينيك اللي صراحه كيمشيو له غير واحد الفئه معينه من المجتمع فقط حنايا مع هذا ما قادرينش تجيك 1.3 مليون درهم ليله واحده. طبعا احنا ما طرقنا باب الاعلام الا وطفح الكيل. هاد الاطفال هادو الحمد لله هما نعمه من عند الله ولكن حقيقه غادي نقولها للاسف كاينين واحد الفئه معينه خداتهم كتجاره باش تجر فيهم وباش تاخذ منا ومن الاسره من الاب ديالو مبالغ اللي هي طائله. نورمالمون خاص تكون رعايه خاصه كنظن خاص تكون رعايه خاصه لانهم اربعه كنشوفوا سيدنا نصره الله كيفاش كيهتم بهذا يعني الاربعه التوائم كيفاش كتكون عندهم واحد الرعايه خاصه. حنا ما شفنا حتى شي حاجه من داكشي هذاك حنايا بالعكس حنايا الكلينيك ضربتنا تسخفنا الكلينيك فين كاينين التوأم كانت بالنسبة لنا الصدمة كبيرة يعني نقدروا أننا نتجاوزوا حاجات ولكن حاجات ما نقدروش نتجاوزوهم. هاد الكلينيك هذه كلينيكا بمواصفات دولية خصنا تعطينا رعاية ماشي تحاسبنا على شي حاجات اللي هما بساطين وتعرقنا المسائل وتعصبنا وتخلينا نعيشوا واحد الضغط نفسي الضغط نفسي ماشي طبيعي. الرسالة اللي كنوجهها هو ناخذوا بعين الرحمة ونكونوا إنسانيين قبل ما نكون أنا طبيب ولا نكون ممرضة ولا يكون عندي مصحة دولية نكونوا إنسانيين ونتعاونوا باش ما كان مع هاد لي بيبي هادو لأنهم خصهم رعاية خصهم عناية خصهم مصاريف خصهم بزاف ديال الحاجات. كنشوفوا جمعيات اللي كيعاونوا بحال هاد الحالات هادو وكنشوفوهم في لي ريزو سوسيو حتى واحد ما رد عليا. حنا كنتمنوا انه هاد المنبر هذا تكون الرساله ديالنا وصلت لهاد الجمعيات هادو ويعاونوا هاد العواول هادو باش ما كان باش يكبروا باش الفرحه ديالنا تكمل باش الاب ديالهم يفرح بهم وشكرا بزاف.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.